يا هلا والله بالجميع، معاكم الوجيه. واليوم كالعادة الشهرية اللي قاعدين نسويها، الشهرية كل اسبوعين نسويها انا وابرة، نتجمع مع بعض. وانا صراحة طمعان فيك يا ابرة، يعني ولا عندي رفاهية الوقت اني اعيد اتابع ون بيس، فجالس استعين فيك كثير. كل ما ضاقت علي معلومة ارسل لابرة في الواتس، ابرة 1 2 3 واحد وما شاء الله دائما تجيب لي اجابة، يعني الله يعطيك العافية. انا ان شاء الله اني مبالغة، يعني والله اني صادق. لا والله لا ابالغ، والله اني لا ابالغ، اني ما اقول الا الصدق والحقيقة صدقا. يعني الله يعزك ابوي، والله نورتنا يا ابرة كالعادة، يعني كالعادة منور. الله يعافيك. ايش رايك بالفصل 1096؟ اوصفه كذا بكلمة بسطرين من دون ما تسترسل. والله ما يوفي فيه الكلام صراحة، ما يوفي حق الكلام نهائي. يعني انت تشوف انه فعلا كان قد الانتظار وقد الهايب اللي جانا كذا قبل كم يوم، الفصل الجاي بيفجر الدنيا. شوف الهايب هين، شوف في احيانا فصول يجي لها هايب مرة بعدين يتفاجأ البعض. ليه؟ لان فكرته عن الفصل هي مغلوطة. يعني مثلا في فصل من فصول شانكس المسربين قاموا يرفعون في الفصل. ليه؟ لأن شانكس عندنا أنه كمتابعين ون بيس نحتري 10 سنوات 20 سنة عشان يظهر، نشوفه، فهمت؟ إيه، فهم يرفعون الهايب علشان شانكس بيظهر ظهور قوي أو قتال شانكس مثلا. فمثلا وداتشي نمسي عليه بالخير، يعني كان يسب الفصل ذاك، يقول ليش تمدحون الفصل عشان شانكس ظهر بس، فهمت؟ أي فصل، وجهة نظرة كذا. أظن ظهور شانكس مع الـ 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 مع الـ العملاقين ايه في البف ظهوره الاول، ايه ناس عطوه هايب لان البف اولا اول مره تظهر البف، شيء ثاني شانكس وموجود بعد نفس الموضوع ومقابله كيد وانهم بيتقاتلون، فكان الفصل عظيم. مجرد ظهور شانكس اصلا يعني ان بس ذاك الفصل اللي صار ما هو اللي قشعهم لا لا فيه لا لا, آه. لا اللي قشعهم فيه 79 هذاك 76 و77. اوكي اوكي حلو. فهو المشكله مو في الهايب، المشكله في الفكره. يعني مثلا انا قلت لك الاسبوع اللي راح واللي ما ادري، بس انه حتى نزلت في التيك توك واظنك شفت المقطع عن سالفه الفلاش باكات اللي ينتظرونها فانز ون بيس ويظنون جاهلين ان اودا بيحطها. مستحيل سالفه الجود فالي، مستحيل اودا يوريك اياها. مستحيل. يا سلام، بيجيك الكلام، بيجيك موضوع الجود فالي ذا. يعني الحين انا 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 يعني موضوع الجود فالي استفزني لما جيت قرأت الفصل، انه كذا التوقع اللي عندي انه اوه جاد فالي خلاص بنخش على الجاد فالي، والله هنا بنسبح في انا عارف غلطه. انا هو هنا كلامي عن الهايب، فهمت؟ أيوة. الناس يحسبون ان الجاد فالي بيورينا كله، بس مشكله الجاد فالي في ذا الوقت بالتحديد انه اودا اضطر يعطيك شويه من الجاد فالي لانه تقاطع مع فلاش باك كوما، بس اودا ما قصده يعطيك كالجاد فالي الحين لسه. لا 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 قصده، لا لا بس مو الجود فالي، البقعة الكبيرة اللي احنا منتظرينها. البقعة ما انت بشايفها الا في النهاية، وممكن اودا يعطيك اياه كسرد قصصي فقط، ما يوريك وش صار. يعني ما يوريك انه نفس الشيء الى الان. كل المعلومات اللي تقدمت في الجود فالي اوكي معلومات ثمينة وقيمة، لكن اهم معلومة الاشياء المهمة مستحيل جار روجر روكس الو تكفى اعطيني ما في طيب. يا ولد روكس ترى حتى وجهه ما ظهر في القصه، ما في ما نعرف الا ذيك الراس اللي ظهر في ايام لها شو اسمه هذيك المكافآت فهذا الشيء صراحه في البدايه استفزني. لا انا عشان اكون صريح معاك انه طلعت من الفصل وانا زعلان، غير اني قرات وانا كذا كنت متنح توني صاحي من النوم كمان طالع زعلان انه اوكي انا بالعكس مبسوط انه كوما شخصيه مره مهمه، وبالعكس مره يعني المعلومات اللي قدمها لنا اودا عن كوما خلاص ما عاد بقي شيء، يعني باقي شويه معلومات وتنحط وتكتمل الكيكه تبع يعني. كوما بس اهم المعلومات اساسه واصله والتفاصيل دي كلها بدينا نبني عليها نظريات كثيره. اوكي صراحه مثلج للصدر، بس كونها تقاطعت مع الجود فالي قهرتني، فكان عندي طمع. تعرف الطمع، تعرف الطمع، خلاص انا في الجود فالي اعطيني شويه بس يلا اطلعنا. يعني شوف والله موجود سالفه الجود فالي، والله هي مهمه اكثر مما يتصورها المشاهد اصلا. كل ما تقدمنا شوي كل ما حسينا انه اهم. ليه؟ لان يعني انت متخيل انه تخيل مثلا معي الان في 957 الفصل هذاك اللي ذكر فيه سالفه الجود فالي. تخيل يا بوجود معي
ان اودا وراك الجود فالي في ذيك قسما بالله بوجود ما تفهم شيء. لا حتى ما تفهم شيء. الموضوع اصلا بتقول من هي هذا هي هو سياق القصه هو اودا اصلا يعني من وجهه نظره انه انا المعلومات اللي بعطيك اياها هي اللي انت تحتاجها الحين، اكثر من كذا ما اقدر لانه انا باني عليها شيء في الماضي بربطه لك مع الموضوع ملخبط ما راح نقدر بالضبط. نستوعبه الين نشوف بعدين. يعني لو جيتك انا في جزئيه غارلينج وقوه المستقبليه وسراره، هي شخصيه انا اشوفها ورقه رابحه لاودا مستقبلا. تخيل لو وراك الفلاش باك الان حرقها، ما في اي فائده منها مستقبلا. فهمت؟ هذا الشيء اللي بيوصل اودا اصلا، هو بيعطيك بس يعني حتى لو انه بيذكر السبب اللي تقاتل روجر وروكسي، الشيء اللي انت منتظره مثلا، بيعطيك السبب كقصه مو معطيك اياها كحدث. ليش؟ ما يبي يوريك الحدث، ما يبي يوريك القوة، ما يبي يوريك. طب احنا اوريدي عارفين انه صارت، بس انت قصدك هو بعدين. هو يوريك الشخصيات بس ويخفي الباقي، يعطيك وش النتيجة بس ما يعطيك كيف صارت، لان كيف صارت ممكن لها أهمية مستقبلا. فهمت مقصدي؟ اصلا في كل تلاحظ اودا في كل 100 فصل، مو 100، كل 50 يتكلم على جود فالي شوي، يرمي لك حاجة ما أتوقع. يرمي أساس يرمي أساس أتوقع يعني حتى توجهات كبيرة من عالم القراصنة وروجر أحدهم وقارب، تفاصيل كثيرة ممكن نعرفها من بعد الجود فالي. أحس إنه الجود فالي يعني ترك أثر كبير في العالم، في أنفس العالم، أو على الأقل المؤثرين اللي هم القراصنة، اللي يعني القراصنة اللي مش قراصنة، خلينا نقول القراصنة اللي يعني فيهم خير ما يحكمهم الشر، يعني زي تيتش، فاهم عليا؟ أيه. زي تيتش والروكس دولي، وبرضو الثوار، وبرضو البحرية اللي هم يعني قارب وشاكلته، اللي هم فعلا يعني عارفين ان حكومة العالم قذرة بس مضطرين يظلوا داخل الحكومة على اساس ممكن يحاولوا يغيروها من جوتها او من الداخل. فلا الجود فالي ما هو شيء بسيط ابدا، يعني اتوقع يعني بيكون يعني انطلاقة لجزء كبير من توجهات ون بيس موجوده في الجاد فالي. عموما خلينا ما نسولف كثير لانه بنوصل لذي السواليف كلها بعد شويه. يلا نبغى يلا. ناخذ الفصل نقطه نقطه. انا وزعت النقاط قدامي، والفصل كان فيه كذا عباره مكتوبه تحت: بدايه الياس. بدايه الياس مش بالنسبه للقراصنه ولا بالنسبه للتنانين، بالنسبه لضعاف الله العبيد والسكان الاصليين للجاد فالي. الغريب انه كلمه جاد فالي، وادي الاله، كذا تتوقع انه حاجه يعني في يعني في دولة كبيرة قائمة هناك، دخلوا سروا عليهم كذا، قال لك لو قتلوا ملكهم بكل بساطة، ومع ذلك معطينهم 3 أسابيع فرصة انهم يحاولوا يجروا يركضوا في ذا الجزيرة، انجوا بحياتكم، وحاطين على ظهرهم علامة صيد، عرفتها، حقة الاسهم. شيء مؤسف وتعيس صراحة. ما تدري كيف يعني كل ما اجي اشوف الموضوع من منظور انه اوكي البشر وسخين، بس لا مو لذي الدرجة. ما اودا كذا قاعد يرسم لك التنانين السماويه باقبح واقبح صوره. الطبقيه موجوده، لا انا اعطيك قد ايش ممكن تكون الطبقيه قذره جدا لو انها طاحت في زمن وناس وسخين زي كذا. الفريمات في البدايه تعيس صراحه، شكلا وفكرا، يعني قبيحين شكلا، يقبحهم مره، يحطهم داخل ذا الكيس المخيس زين، ويقبحهم زيادة، تحس الوجيه مرة كل شيء كل شيء كل شيء يعني شي. يعني يمكن المناصب العالية مرة هو اللي مزبط مزبطه. لكن أنت تكلمت عن سالفة اسم الجاد فالي، هل كنت متخيل 1% قبل ما يطلع الأسرار هذه في الفصول الأخيرة أن الجاد فالي أصلا يعني هي دولة عادية مو من التنانين؟ لا اسمها يقول إنها اسمها أصلا يعني كذا من التنانين، هذه يعني حق تنانين، أرضهم ومزرعتهم فلتهم هناك، هي بالفعل فلتهم هناك بس مي أرضهم. أول مرة يعني متخيل أنت حتى أنها خارجة عن حكم الحكومة، يعني نفس وان. أيوة مستقلة، دولة مستقلة. قالك أيوة تعال نسوي فعاليتنا السنوية هنا. وشيء مؤسف صراحة، الأمل الزائف زي ما قال إيفانكوف، يعطوكم أمل زائف، أنت من جدك بتنجو، والله لو تقعد 3 أسابيع أنك ما تطلع من الديرة ميت عشان يتحمسون بس يعني أي يلا عشان تحاولون تنجو بحياتكم، يصير في منافسة. ف يعني ما أودا خلاص وصل لمرحلة مستحيل أكره التنانين أكثر من كذا، أنا وصلت لأبعد مستوى من الكرة حقيقي. التنانين السماوية ذولي مستحيل أتعاطف معهم. بس في معلومة ذكرت، يعني ما أدري إيش ممكن تضيف، ولكن بتعطينا تفرع جديد لعوائل التنانين السماوية، اللي على ما يبدو كل عائلة عندهم فارس. إذا فهمت أنا الفكرة، عندنا عائلة
هي ثلاث عوائل تقريبا، غارلينج وش اسمها الثانية؟ لا غارلينج اسم شخصية، العائلة فيجرلاند، فيجرلاند فيجرلاند ايه. و هم أربع عوائل ظهرت صورهم ايه كذا في الفريمات ايه دقيقة ايه بجيبة غارلينج ومانا ماير، وفي واحد كذا لابس قناع، وفي واحد كذا تحسه دلوع كذا طالع تحت. اي بس اقصد الاسمين اللي ذكروا. لا لا ايوه اللي ذكروا اسمين بس انا اقول لك انه في اربع شخصيات ظهرت، ممكن انهم يلمح انه في اربع عوائل هم اللي ماسكين قياده، او هذول اكبر او المع اسماء في 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 الفرسان المقدسين كونهم يمثلون كل عائله. واحد منهم اللي هو لابس قناع قال لك هذا كان من شله البيج مام، مضيعين ذول سكارى. من اللي مضيعين؟ وش دخل الناس وش دخل صاحب البيج مام؟ صاحب البيج مام في بطن البيج مام. شوف هو سالفة صاحب البيج مام وهذه، وهل إمكانيتها صحيحة ولا لا، لأن حتى أنه يمكننا نتابع في وقت في وقت ونيجاشيما كانوا كان ظهر هذاك ماها، ما أدري إذا تعرف أنت باسمه ولا لا. المهم لا. أنه اللي الشخص اللي يمسك القناع ببيده، عرفت اللي وجهه نفس الوجه ذا ترى شوي قريب من عنده. أيوه سي بي، السي بي أيوه إيه السي بي، كلهم كانوا جايبين أشكالهم وكأنهم اللي كانوا مع البيج مام، فهمت؟ وسالفة إمكانية نجاتهم أصلاً يعني هذه بعد شيء ثاني، بس غالباً هي تشابه، تشابه في الوجود ما لا دخل أصلاً، ما أظن لها دخل يعني. حتى لو جدلاً بنفترض إنه أوه هذا اللي كان عند البيج مام، مش بيجيب أمه عند التنين السماوي يصير من الفرسان القدسين؟ إيه إيه الفرسان المقدسين واضح إنه يعني حتى من اسمهم مقدسين وسالفة حاجة بالدم حاجة إيه دم. ليش ليش ما أحد الأدميرالات القويين دول اللي واصلين لمستويات قوية ما وصل للمرتبة هذه؟ كانها شيء خاص، حاجة صدقني بالدم إيه. بالدم إيه. لها علاقة بالدم، دم التنين السماوي هو الأغلب كذا. حلو. قارب المتسدح، قارب المتسدح اللي نرفز أمي أقسم لا نرفزني والله يا استفزني يعني تعرف اللي اعتبره كذا ميم ولدك مدري طيب شو اسمه هذا التناني ايش اسمه التنين السماوي في خطر، طيب يا ولد قراصنة الروكس تحركوا، طيب روجر ها روجر هو السؤال ليش روجر؟ انا هذا السؤال اللي بسأله لك، ليش روجر؟ ليش روجر هو اللي يقومه من كرسيه؟ ليش مو الروكس؟ ليش مو التنانين السماوية؟ يعني يعني انت بتفهمني الاعظم ما فيه كلام، لكن انت بتفهمني انه الحين قارب عارف بالمسخره اللي صايره في الجود فاليو متسدح؟ هو عارف بمسخره العالم ترى كلها من زمان، بس هو طيب. قاعد يحاول اني انا لازم يعني عرفت اللي نتيجتي تكون طيبه، انا لازم ارضى باقل الموضوع يعني. انا متاكد انك بتسال على سالفه الروكس روجر وكيف ان روجر منع الروكس، هي نفس الموضوع. روجر عنده فكره، الشيء هذا سياسي ومعروف اصلا، وانا مالي بالسياسه. هات اشرح لي اشرح لي لا بس اشرح لي الفكره اللي في بالك. اي انا مالي بالسياسه، ولكن يعني سياسيا الموضوع هذا واقعي، انك انت لا تقعد تزيد النار بنزين بعدين ناكل تبن. ان انت يا روكس بتحاول تروح تمنع شيء يعني نفس اللي سواه لوفي، ان قاعد نشوف ظلم من التناني السماويه. أوكي. بس لو جينا واهنا التناني السماويه هذه الدوله تنبلع على الضعاف الله الثاني. اي اي مثلا لو كان تنين سماوي مثلا نقول في ووتر 7 جاء وضرب لوفي بيجيك ووتر 7 كلها بتاكل تبن، ووتر 7 كلها بتاكل تبن، بيجيك شو اسمه النداء المدمر هذاك اسمه بالياباني نداء الدمار. اي المهم انه بيجيك باستر كول يهين الباستر كول، بيجي بهين ام القريه كلها. طيب وش ليش نطقه؟ انا خلاص بمشي، انا اكبر راسي لان هذا الشيء بيدبل الامور. اي بس يعني روجر منع ما تقارن هذا بتحر. انت لما تتكلم عن انت عارف بالمسخره اللي صايره بالجود فالي، مسخره اللي صايره في الجود فالي. شوف انا ما اتكلم عن قارب، بس انا لو بجيك على جزئيه قارب الحين نفس الموضوع. قارب عنده نتيجه، لازم انا اغير 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 عشان يكون فيه في وقت في وقت الحرب او في وقت يعني في وقت فتح النبوة أو أيا كان، يكون فيه ناس فاهمين وش قاعد تسوي الحكومة ويعرفون أنها ظالمة. فهمت؟ قاعد يأسس ها؟ أي قاعد يأسس، وهذا فكرة قارب. أني أنا بأجي طيب معليش نفس الكلام اللي قلت لواحد من الشباب أمس في بثي، قلت له طيب روكس باللحية البيضاء، باللحية البيضاء وبشيكي وبكايد والبيج مام والفأس الفضي وجون
شله جنون يا رجل. حتى الطباخ حق البيج مام معاه. اقول لك جنون، كلهم موجودين وقويين ولا حد يختلف عليهم. بيسوون شيء ضد حكومة العالم؟ والله ما يسوون شيء، معليش مع احترامي. لا لا احترامي. يعني انت تتكلم عن في 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 ملعبهم وعندك في الجود فالي. ايوه اسمع، في الجود فالي ما عندي مشكله، بينتصر روجر والروكس ودولي والشباب كلهم بينتصرون. طيب وش المشكله الاهم، المشكله الاكبر؟ الاسلحه الاسطوريه اللي عند ايمو، الجيروسي، الفرسان المقدسين الباقيين. انت بتجيب عليك سلطة مشاكل سلطة دبل. بشكل عام سلطتهم ايه بيمحون، يقدروا يضيقوا عليهم بألف طريقه وطريقه، مش بالضروره ينتقم منهم نفسهم. هو هنا الكلام، هل هم يقدرون يسقطون حكومه العالم؟ بعض الناس كانوا في وقت المارين فورد كانوا يحسبون الحكومه بس المارين فورد البحريه بس يحسبونها البحريه. الان الموضوع اكبر، لا شانكس ولا يعني ولا اي شخصيه في العمل تقدر. وما معاك يا رجل احنا ما شفنا من الجمل الاذن على قولتهم. باقي ترى الموضوع ملخص. المشكله تدري يا بوجود وشو المشكله؟ ان الجوي بوي السابق هزموه هذولي، او على الاقل خلفوه، يعني انتصروا عليه في طريقه. ايا كانت الطريقه لازم يكونون قويين، بالذكاء بغيره بالدس وبغيره لازم يكون في قوه في الموضوع، فهمت؟ فمستحيل ينهي الموضوع هذا. حتى يعني حتى سالفة لوفي كيف بيهزمهم؟ معليش مع احترامي انا بكون لا ما في، انت قصدك انه لوفي بيشيل الليله ذي كلها في النهايه؟ ما لا في شيء زي كذا. بس بالصدق انا الحين والله اني محروق من الاحداث اللي قاعد تصير حاليا، لكن زورو اللي ما قدر على لوتش الحين يوقف قدام الصعاطير المجنن دولي اللي فوق، جارلينج الحالي هذا اللي يمكن يكون زورو ما قدر على لوتش. لسه ما شفنا نتيجه لوتش وزورو، كم قاعد معه يا ذا طاح هذا 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 مو هذا مو من انا ما اشوف انه من انه حاجه نقدر نحكم عليها، مو بضعف كلنا ندري انت لا بس مو شيء تحكم عليه. يعني لما تيجي تشوف زورو حواره مع زورو كانه قاعد يختبره اصلا، يقول له من جدك بقوتك ذي وتبغاني اخليك تضارب قايدي؟ ما هو قاعد يضاربه بجديه، مو ماخذ الموضوع بجديه. انت تعرف زورو لما ياخذ الامور بجديه لا 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 صدقني يسرع عليه في 3 ثواني. لا لا والله زورو يحبون الناس، ليش؟ لانه جاد. ايه وجود مو ما يمزح. لا لا مش بالضروره لا 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 والله انت جد. تعال شوف نصه الاخير ايش كان يقول له. يقول له بقوتك هذه، يكلم لوتش يقول له بقوتك إيه؟ هذه مستحيل اخليك تقاتل قايدي. هو يستهزي به بخصمه، ولكن ما يعني ذلك انه يقدر يهزم لوتش. للاسف كلام واقعي ترى، الشيء هذا حارقني ترى. انا سبيت زورو صدقني بيهزم طبيعي، لازم يدعسه. انت قصدك انه ما راح تقول عن زورو انه قادر يقاتل الطحاطيح ذوليك الا اذا خلص على لوتشي كذا؟ انا اقول لك ان لوتشي الحين مفروض ما يكون خصم اصلا، حاجه يدعس عليه بسرعه. هذا الكلام يعني يس انت ميهوك متى بتواجه ميهوك؟ وجود معليش خل ميهوك الحين نسخه ميهوك هذا اللي النتفه اللي خلى تيتش ينخرش اول ما شافه. تيتش ينخرش قال وش هذا؟ جاب امه. اي وش التقنيه؟ وكان عنده فاكهه، النسخه فاكهه مستر ون حق كروكودايل. اذا النسخه كذا الاصلي كيف؟ يعني الاصلي كيف؟ اذا النهايه نبي نتكلم عن حكومه العالم، عن نهايه العمل، عن برايم زورو، عن افضل شيء لزورو. اي بالضبط طيب فهمت مقصدي؟ اذا ما وصل يعني له طيب الى الان متى بيوصل؟ طيب انت متخيل بوجود اني قاعد اتكلم الحين على زورو، عن زورو اتكلم عن زورو وانا؟ طيب انت طيب ليش انت ليش مقتنع؟ لا انا اقول انت ليش متوقع انه إن انه انه حتى لوفي هذا البرايم تبعه هذا اعلى شيء ممكن؟ لا باقي. لا مو برايم تو لوفي في البدايه. ايوه بس فهمني انت فهم مقصدي. انا قاعد اتكلم عن زورو، كيف سانجي، كيف جيمبي، كيف فرانكي، كيف الخمشره الباقيين نامي والذا وجود صدق هذول طاقم يهزم حكومة العالم لازم بتحالف. شوف شوف بطريقتك الوصف الموضوع زي كذا لا والله ما يوصل. انا افهمني شوف وجود انت لا تاخذ الموضوع ذا، انا مقصدي من الكلام ذا كله ان الموضوع يا اخي والله فاهمك والله فاهم يعني معليش اعظم شخصية في التاريخ معليش ما بقادر يهزم الحكومة الحالة لازم مع لا مضبوط لازم يعني لا تستغرب ان شانكس وطاقمه كلهم يكونون في الحرب النهائيه مع لوفي لازم انت ايش انت الحرب النهائيه حطها على طاقم لوفي وتحالفه ذوليك الزبالين لا 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 انا عارف لا 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 تقول زبالين تحالف
لا لا يعني بعضهم ذوليك الفانز ما 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 يصلح يا ابوي لما تتكلم عن قراصنة يا اخي. معليش معليش دقيقة ابرة وقفة وقفة هنا. لما تتكلم عن قراصنة لما تتكلم عن يونكو طافوا البحر وعاثوا الارض وافسدوا فيها. لما تقول لي روكس عليه لما تقول لي تيتش حتى تيتش شوف بالرغم انه من الجيل الجديد بس يخرش يخرش طاقمه طاقم مرعب ما في واحد زي واحد كله كذا فول باكيج. تعال عندنا زاحف يعني طاقم حتى زاحف بس يعني. لا بس قراصنه بس تعرف كيف مفهوم ايه. القراصنه ايه ايه تعال عند تعال عند روجر تعال عند اللحيه ذولي انا اقول لك طاقم. حتى شانكس يعني شانكس بالرغم انه معاهم زبهله لو كذا وشويه غموض بس لا طاقم متماسك كذا مرعب تحس انه قادر انه يسوي شيء. على انه لوفي عنده القدره ذي كلها بس لسه ماني قادر اشوف الصوره الكامله للطاقم ذا. لسه ما اقول لك اوه هذا الطاقم الان مستعد بالفعل يروح يواجه حكومه العالم يروح يواجه الفرسان المقدسين يروح يواجه اي تبن اي قوه في ذا العالم. فهمت علي؟ بس لوفي بس لوفي مستعد ترى همبه مع اي لا لا مع اي شيء اي حرفيا أي رجل لرجل راهن راهن للوفي راهن على لوفي والله ما يبي ما يبي لها كلام بس صدق والله يعني على سالفه التحالف ذا يعني شوف بعطيك برقم الفصل بكل شيء يا وجود ايوه الفصل الفصل 800 من ون بيس شفت ترى أيوة. رقم يعني صفرين وفي شيء مميز وايه نهايه الفصل اودا قال عن تحالف لوفي هو الفصل هذا اعلن فيه تحالف لوفي اللي هو 5000 وكم التحالف 5700 مدري 5300 الظاهر ما يهمنا اعلمهم في نهاية الفصل قال سيتسببون بحادثة في المستقبل. ما شفت مقطعي في التيك توك شوف بوجود تابعني انت ولا شيء تدري ليش قاعد اسكب مقاطعك في تيك توك ليه لما صرت اتابع مقاطعك صار يطلع لي حرق مانجا واشياء غريبة يا ولد تيك توك ترى يسوق امه تيك توك بس يسمع ايش سمع ون بيس مانجا طاق بعده مانجا حرق سبويلر افقع حتى الريبوست اللي سويته لك الغيته يقلع بليسه تيك توك ارحمني وش الريبوست وش اخذت فيديو لك ونشرته في قناتي ايوه في تيك توك رجعت الغيته اقول لك تيك توك صار كله سبويلر ليه مع انك انت ما كنت تتكلم عن سبويلر يعني ما ادري شيء غريب اسلم المهم تكلمت انا في المقطع عن الموضوع ذا اودا في النهايه اعطيك اياها بالحرف الواحد اودا في نهايه الفصل قال الطاقم هذا او التحالف هذا كارثة. بيتسبب في شيء في المستقبل وسيكتبون التاريخ التحالف هذا 700 ال 5000 ما ادري ذا كم 5700 اي انك 5000 بلس 5000 شوف خلني اقرا لك هو عنوان الفصل اصلا كان نذر التحالف نذر التحالف اللي هو الاتفاق التحالف. الاتفاق ايه شفت خلني اجيب لك الكلام زين اسمع الكلام بالحرف الواحد ايوه سبعه قاده اعلنوا عن انفسهم كاتباع لقبعه القش كل واحد منهم سيمضي بنفسه ويترك بصمته في التاريخ سيكونون مسؤولين عن الاحداث المحوريه التي ستحدث في هذا العصر المحوريه التي ستحدث في هذا العصر لما تقول محوريه انت تتكلم عن شيء بيغير الاساسي اللي بيفقعها فهمت زين لكن هذه روايه لم تحكى بعد هذه نهايه الفصل من ضمن روايات كثيره لم تحكى بعد ايه ولوفي يضحك وقتها نفس ضحكه الجوي بوي الله هل معقول ان المحور بيكون القهد بيتدخلون في القهد اوه احنا لما بنربط صح في حدث وبقعه كبيره لا بس لما تقول محوريه كتب محوريه ترجمتها هذا يقول صدمه اي لا اي تدخل محوري هو يقول احداث مو بتدخل واحد هو يقول احداث سيكونون مسؤولين عن الاحداث المحوريه التي ستحدث في هذا العصر والله جايز انت لما تتكلم عن الاجهد انت تتكلم عن اننا احنا في انتظار حدث بيقلب الدنيا ايش هو الحدث اللي بيقلب الدنيا الله اعلم قد يكون جزء منه قد يكون الثوار جزء منه الله اعلم بس جايز يا رجل او انه ممكن لسه باقي قدام متخبي لنا شوف أقرب مثال على سالفة سيكونون مسؤولين الحمار هذا بارتلوميو اللي هو ذا هو ذا المهبب اللي راح شال الإعلام حق شانكس وحطه
عطبها سبب يا موجود عطبها. اقول لك ممكن بهبالتهم يجيبون العيد ويغيروا ام الدنيا. طيب بس لازم قوه. لا اكيد اكيد لا لا اكيد. هو ترى شوف بالرغم من هبالاتهم ترى في قوه يعني. في في قوه في في قوه في قوه القوه موجوده. مقومات في مقومات في بس يحتاج يطور انفسهم شويه يصيروا جديين اكثر. طيب عندنا شيء معلومه ذكرت يعني. احنا الان عندنا كنز ماريجوا الله اعلم ايش هو، وعندنا واحد من اسلحه الله اعلم ايش هو، اكثر من سلاح الله اعلم ايش يعني غير شراه وشي، وعندنا وش عندنا كمان يعني عندنا اشياء كثيره كذا مسميه بكنوز مش م... وما نعرف شيء عنها غير اننا نسمع فيها ولا نشوفها. والحين صار عندنا شيء جديد اسمه كنز ايش، كنز القراصنه. تفضل يعني لك انت تخيل انه في كنز للقراصنه، القراصنه تحركوا بس علشان نسرق منه. ايش 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 توقعاتك؟ فاكهه سلاح. هي ذكر في الفصل فاكهه كايدو وسبب ذكرت؟ مجيئهم ايه ذكرت هي اللي سرقت. لا انا اتكلم ايش هو كنز القراصنه، هو سبب مجيئهم الفواكه، الفواكه والكنز بس. ايه لا بس هو تخيل ان ما قالوا هم ان جينا عشان كنزنا. ايه بس كابتن جون قال اوه كنزي الثمين او زي كذا. ايه فهمت، قال كنزي الثمين وكأنه كنز، بس في نفس الوقت ينطبق على الفاكهة انها كنز او الفواكه. إيه كلها بس انه حكومة العالم راحت سرقت فاكهة منهم. لا لا واحد منهم بس سرقوا الفواكه عشان تكون جوائز للفائزين. زحف فلا. إيه زحف زحفين يعني وقفت على ذا. إيه بس ليش سمي بكنز القراصنة؟ لما تقول كنز القراصنة فانت تتكلم عن بقعة كبيرة مستحيل تكون فاكهة. بس هو هذا قارب قالها انهم سرقوا كنز من عندهم او زي كذا، يعني مو بشرط يكون كنز القراصنة بمعنى انه فهمت. دقيقة خليني بس انها جايز. هو جايز. شوف هو جايز كما اخذتموه يعتبر كنز جزيرة القراصنة، لا عجب انهم سيأتون لاسترجاعه. يعني يعتبر، هو يقول يعتبر انه كنز جزيرة النحل. ما استغرب منها تكون الفواكه. ما استغرب منها. هل ممكن نروح لشيء يعني لما نقول كنز ماريجوا كلنا قاعدين نتساءل انه هل ممكن السلاح هو كنز ماريجوا؟ هل هو السلاح كنز ماريجوا؟ او هل مستحيل سلاح زارفينا ذا المهبل؟ ترى ترى مو لا 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 يعني اقصد كنز ماريجوا هل هو بالفعل سلاح؟ ممكن يكون شيء ثاني. لا ممكن يكون سر وجود ام سما هو هو بالضبط الكنز. ممكن هذا هو الكنز ما تدري يعني ما تدري اشياء يعني كثيره يعني. بس كلمه كنز بس كلمه كنز القراصنه دي صراحه استوقفتني يعني اتوقع الكل يعني ايش 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 ليش القراصنه عندهم كنز يعني يعتبر كنز القراصنه فاكهه لو انها فاكهه كان اكلت كان اكلت ما جلسوا زبرينها عندهم لا عادي تصير بوجود كثير من اللي كثير من اللي معهم فواكه حفظوها ايوه بس لما تقول كنز القراصنه هي ما هي ما هو شيء إذا هو مرة مهم بيتصارعوا عليه إذا هي فاكهة. لأن فاكهة. من أول ظهور الفواكه مع شانكس كان يعتبر أن الفاكهة شوف في صندوق وشغل وذا إيه؟ وأن الفاكهة أصلا حتى باقي تذكر في فلاش باك باقي اللي ظهر في أول أربع حلقات ظهر في أول أربع حلقات تقريبا أو في حدود روجر يعني كان زبن إيه؟ إيه تقريبا بس أنه هو يوم لقى الفاكهة باقي استانس ليه لأنها تعتبر كنز ليه بيقدر يبيعها ويجيب يشتري ايه اي نفس سالفة سوق السودة فاكهة لاو فاكهة لاو تدري انها اغلى من اللحية البيضاء حقك اغلى اتوقع هي وهي ونيكا اغلى شيء صح لا لا نيكا ما في احد شراها بس انها لا بس يعني لا 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 قيمة قيمة بالنسبة لحكومة العالم عندك فاكهة لاو وفاكهة بوي لا 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 ما تقارن بفاكهة لاو هذه خايفين منها أهمية تنحاش أهمية أهمية الجوي بوي الأول وبس ولا أحد والله لا أنا الوصف اللي شفته يعني اللي استوعبته على الأقل يعني في استيعاب المتواضع وقتها إنه فاكهة لاو يعني حكومة العالم حاطين عليها 7 مليار خمسة أظني مبلغ مبلغ ضخم جدا ما حطوا على زي كذا الفعل الفاكهة دي مرة مهمة غير انه انا اقول لك متخيل ان يعني انت متخيل ان مكافأة اللح البيضاء 5 مليار طيب مكافأة روجر كم 5 انا اقول لك 5 مليار فهمت قصدي انت فهمني لا لا انت جالس ترمي اللحية البيضاء تطقطق علي يا حيوان لا 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 اقصد انه يعني انت متخيل قوة الرقم رقم ايه فهمت قصدي يعني الرقم مو بسهل يعني لو ان الخمسة مليار مين بشيء كان اللحية البيضاء بتكون مكافأة اعلى طيب شانكس اقل يعني
ما قاعد أسب بوجود الله يهدي. إيه كمل كمل. لا فأقول لك إنه يعني شيء عليه الكلام، بس فاكهة لوفي ما قدروا يشترونها، ما قدروا يبيعونها، ما قدروا يسووا شيء. ما هم قادرين يجيبوها بنفسها. في نفس الوقت ما يقدرون يعلنون عنها، هذيك عادي أعلنوا. فهمت؟ ليش ما يقدرون يعلنون عنها؟ لأنها هي المشكلة بحد ذاتها، إن اللي بياخذها بناكل تبن. يا اخي الله يقلع أمة التعقيد ولحسة المخ هذا في استيعاب المعلومات عند يعني قيمة المعلومات في عالم أودا غريب، مو غريب يعني شيء مكتوب كذا بطريقة تخليك تتساءل ليه فاكهة يعلنون اسمها ويعلنون خطورتها ويحطون عليها قيمة، وفاكهة يغيرون اسمها ويخبونها ويجلسوا يطاردوها ويقعدوا ايش يزبنوا فيها. يعني حتى لما عرفوا انها موجودة ومع شخص تركوها تسبح شوية كذا، بعدين جلسوا يتحركوا في لحظة معينة. ما أدري المعلومات قيمتها كذا وشيء غريب صراحة، إدارتها جوة قصة ون بيس قاعدة تدار بطريقة تخليك فعلا كذا تتساءل يا ولد ليه ليه ليش كذا تتساءل وبتقعد تتساءل لين 2003 لين 2030 إن الله أعطانا عمر. طيب تدري أنهم كانوا قاعدين يبثوا الفعالية المريجوة؟ ايه مشغلين بروجكترات وقلوب هناك لما جابوا فيجرلاند قاعد يقطع في ذولي مجمع 100,000 ليفلات يا حبيب دبل اكس بي. الفواكه المستهدفة يعني على الاقل اللي عرفناها من الروكس حاليا هي التنين الازرق ان صح الوصف، وفاكهة نيكو نيكو، واكيد انه في فواكه كثيرة ثمينة وقتها موجودة. بس ليش ليش ما ذكروا فواكه ثانية؟ يعني على اني اتوقع، ما ادري بس اتوقع انه بتكون الابرز ذي. هي بتكون الابرز بس ما الزلزال تذكر. شوف بقولك شيء، خل الزلزال وسالفة الزلزال وذي وفاكهة ياماتو احتمال تكون بعد معها، بس انه الزبدة وين بوجود انها هي سبب في اللي سربت المعلومة، هي سربت الفاكهتين ذي بس جيني ما سربت شيء. اي جيني سربت الفاكهتين هذه، ما سربت شيء، هي سربتها هذا شربتها بشكل عشوائي، ما سربتها هذا يرجع للتساؤل صح؟ ها سربتها بشكل عشوائي. لا يعني لما سربتها ما سربتها للروكس بالاسم كذا، سربتها هي سربتها للكل عشان احد يجي، فهمت؟ تعالوا اوكي سمارت عشان سمارت. عشان نقدر ننحاش. بس انهم جيني كانت تدري ان الفاكهه هذه بتكون هي سبب انقاذنا اللي هي نيكو نيكو، لانها يمدينا شردكم كفو. بس الشيء ذا ترى يرجع لتساؤلك الاول، كنز القراصنه وشو؟ دامهم ما يعرفون الكنز، فهمت؟ ما علمتهم الا جيني، او انها علمتهم بالمكان بس، ولا هم يدرون ان هذا كنزهم؟ فهمت مقصدي؟ اوكي فهمت مقصدي. يرجع الحين يرجع التساؤل نفس اللي قلته انت في بدايه ايوه انه ايش هو كنز القراصنه. اي الحين هذه أرسلت، بعدين الروكس دروا إن الفواكه موجودة فجو يبونها. أوكي. هل هم يدرون إن الكنز يعني موجود؟ أنت يعني قصدك إنه من إعلان جيني عرفوا إن في فاكهة هنا، ولا من إعلان جيني عرفوا إن مكانهم هنا؟ فهمت؟ يعني هم يدرون إنهم سارقين، يدرون أيوة معهم أيوة الفواكه أيوة 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 أيوة. بس ما يعرفون موقعهم، أو إنهم صدق ما عرفوا إلا من جيني كل شيء. وكذا بيصير الكنز شيء مختلف مثل ما قلت. ما تقدر تتصور، بس هذا المعلومات المتاحة والشحيحة اللي بين يدينا الله المستعان. فا إيش رأيك؟ هل تتوقع إنه إيش 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 التصرف العجيب من البيج مام اللي خلاه تزرف الفاكهة للحب كايدو؟ هل هو الحب؟ هو لا هو والله شوف سالفة الحب وذي ترى يعني. ترى وجود انت مالا حقت على وقتنا ان نتابع ارك البيج مام، كانت فينا ظليات وشغل وجنون. كان اوفن هو اسمه، اوفن ولد البيج مام، اوفن ايه الفرن، الفرن كانت فينا ضرية انه ولد كايدو، لان ترى يوم جابوا نص وجه كايدو وحطوا وجه كايدو وحطوا الثاني نص اوفن ما تفرق يا ساتر كايدو، فهمت؟ صدق والله في صورة كذا ودي أسلك إياها. فقالوا ذا الولد الخليفة. إيه فقلنا ولد وما أدري، وبعدين يوم تكلمت البيج مام مع كايدو قالت لم أقابلك منذ عقود، قلنا ها يعني عقود. يمكن لا فهمت. وبعدين قالت من ما أدري شلون، لو كانت من الجود فالي فمعناها يعني ترى كاتاكوري وقتها المفروض موجود، إن عمره 41 هو وعمره نفس عمر شانكس، هو أكبر من شانكس بعد، أكبر من شانكس كاتاكوري أظنه 41 عمره.
فهمت؟ طيب. فكان موجود حتى في وقت الجود فالي. فأي شيء من سالفة عيال ومع عيال دي يعني أقصد أنها قائمة يعني. بس إن سالفة كيف شطحت بك لا 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 كيف سالفة كيف عطتها الفاكهة تقول شوف أنت في الفصل كايدو قاعد يقول لها ايش تبغي فيها؟ لا كان قاعد يقول لها ايش تبغي فيها، هي تقول انا بحصل عليها ويقول لها ايش تبغي فيها، كانه يقول انه عندك فاكهه. يقول عندك فاكهه. انت تحس ان اسلوب كايدو ذا ما نشوفه، ان شفناه هو صاطي وهو قوي وهو مجنون، فهمت؟ بس وقتها كذا مع الطحطيح ذول ضايع ضايع مع الهبال ذا، وهو تو اللحيه البيضة قدام وستيسي متكيه زي على كتفه. ستيسي متكيه هنا على كتفه تقول طير. والله الفصل هذا مسكوه ميمز في تويتر، الله لا يوريك. الله يستاهل. اوكي والله تكلمنا في نقاط كنت ناوي ننزلها تحت بس تكلمنا فيها. انا توقعت انه ممكن نشهد تأسيس الجيش الثوري صراحة، على الاقل بشكل غير مباشر يعني في الفصل هذا، بس لا في النهاية موجود. في النهاية راح ايفانكوف فقع، ركب قارب وراح، وذول يتكوا في جزيرة أو مملكة سوربت إذا ما خاب ظني اسمها. إيه سوربت، واللي هي غالبا بيصير ملكها كوما بطريقة. هذا الشيء أي هذا الشيء ذكر يعني. إيه لأنه هو أصلا بيصير ملك مملكة سوربت، بس واضح إنه الحجر الأساس هنا بدأ دخل، وبطريقة ما من عارف كيف بيصير ملك المملكة هذه. بس مو صعب يعني لما تتكلم عن دراجون وقتها وين كان وش صاير عليه. يا اخي انت شفت الفريم؟ في فريم واحد يشبه دراجون يا اخي، واقف في الجود فالي. وين وقفه كذا؟ وقفه يا رب اني حافظ كيف الصورة. كيف الوقفه؟ كيف تعرف الوقفه؟ وقفه حق دراجون كذا في لا تمثل. اصبر والله اوريك في وقفه. يا رب اني حافظ الصور. يا رب حسبي الله عليك. اسالك بالله انك تركز، تعيد النظر مره ومرتين وثلاثه بالله طالع. يا ساتر، هذا الحين دراجون يصير يعني كذا؟ ان جاوبني، ليش اصلا جاب اودا الورعة النتفة ذا في فريم زي كذا؟ ما مو كان يقدر يستبعد اي عبد موجود هنا ويركز الفريم على كومو؟ انا ايش اسمع بوجود، انت غلطت على قارب كثير اليوم. اقول لك والله ان ولاده عبد، كان عبد من عبيد التنين السموية في قد فالي، وتذكرني اذا دراجون ما طلع عبد صغير في الجاد فالي، وتذكر كلامي كذا عندي احساس كبير. يقول والله عيب الفريم ذا، الفريم ذا اوجع لي راسي والله. احسه صح اوجع لك راسك من فراغه راسك. والله من فراغه والله راسك. بتشوف 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 يا رجل، قارب يخلي ولده كذا منطول؟ يمكن مو ولده اصلا يا اخي. شوفوا يا اخي، يا اخي بالعين ما شفناه، بالعقل عرفناه يا اخي. لا يشبه لا لونا لا بشرة لا مبادئا لا. يا عمي انا بدأت اشك اصلا انه ذي العيلة حقيقية. طيب سؤال لوفي شلون جاء؟ انا بديت اشك. سؤال. اسمعني انا بديت اشك انه قارب ودراغون ولوفي عيلة اصلا، يعني ولا واحد يقرب للثاني. يا اخي لما تيجي تقول روجر، اسمع لما تيجي تقول روجر ايس، في شبه الدم. لما تيجي تشوف أوسب وياسب في شبه. لما تيجي تشوف يعني أودا مو قاعد يصرف النظر. لما تيجي تشوف زورو حتى مع أسلافه جاب لك خاله ذاك، أدري خال أمه. حتى ياماتو وكايدو في القرون. بغض النظر إنه الدم يبان يا أخي، فاهم علي؟ بطل الطقطقة والله. الدم باين والله. فاهم. تعال شوف ترى روجر في الفصل هذا. روجر في الفصل هذا شفته؟ ايوه ايس بس كذا نسخه كبيره من ايس. ترى ايس، ترى اودا رسم ايس بعمره 40 في الاسبيس نفس الشكل، نفس وجه روجر يعني. ايش فجاه تيجي تشوف يا ابويا روجر شكل قارب شكل، عفوا قارب شكل، دراغون شكل، لوفي شكل. وين الدم؟ وين صله القرابه هنا؟ بدري عموما اكيد يعني جزء كبير منها هبده يعني، ولكن اخذتني العزه بالاثم يعني، وحاب ادافع عن حجتي. ايوه الحمد لله. طيب اسمع، الحمد لله الاعتراف. كم ظهرت شخصية ما نعرفها إلى الآن من الروكس في الفصل؟ في شخصيات كذا مظلمة. طيب. ظهرت كان إذا طيب. ما خاب ظني. هذا كنا نحتري الكلام، هذا كنت أحتريك تتكلم عنه عشان أقول لك إنه في فريم، والفريم مشهور بس إنه ممكن كان يمكن جاك مقصوص. برسل لك إياه كامل الآن ملون. هو الفريم هذا تقريبا كان في الفصل 450 كذا يعني، في الحدود هذه. أيوة. تشوف ال شوفها
ايوه شايف الجحوش ذولي. طيب. وش ذا؟ طيب شوف ابو 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 اصابع طويله شوفه ابو جرح شانكس هذا عرفته اللي جنب ال جنب ال جنب ابو لحيه جنب ابو لحيه ابو اصابع طويله المخالب مخالب ايوه المخالب ايه المخالب مظبوط ايه. شفته ايوه شوفها في الفصل فوق اللحيه البيضاء يسار اي أيوة والله شفتها بس هذه الصوره الملونه من وين جبتها انت هذه في 3 مبارك حبيبي هذه قبل اوكي فصل. هذا اوكي هذا 3 لاني شفت هذا ابو زق المطعن شو اسمه كان كابتن جون ايه هذا كابتن جون اللي ظهر في الفصل اليوم بعد ايوه ايوه كابتن جون ظهر كان اوكي اي والله طيب. انك صدتها صيدة طيبه حلو والله باين صح شفت ابو لحيه ايوه هو اللي كان في الفريم الصغير شوف شوف الدرع نفس الدرع اوه يلعن شكل ابليسك يا ابرا جديا ما حد قال لك انت الشيء ذا المفروض انك تعرفه امس انا قالوا لا قراءه الفصل لي امس كانت فوضويه انا انا توبه انا كل ما اقول انا لما اصحى من النوم ما افتح بث وارجع افتح بث لما اصحى من النوم دوبني ما افتح بث تركيزي يكون سيء جدا ما امس كنت والله قراءتي للفصل امس كانت سيئه جدا اتوقع واحده من أسوأ القراءات اللي قرات فيها فصل كان هذا في شوف الباقي غالبا بيكون لهم دور بس ما ندري عاد الباقي بس شفت انت ال يا اخي الدرع هذا ياخذ ابليس البوذي هذا يا اخي ودرع. كيف شوف الدرع الازرق ايه كانه ذاك اللي صار مره بس انه مو بثابت خلني بوريك شيء ممكن يكون اكثر صدمه ترى من الكلام هذا واحد امس نبهني عليه في بثي في الفصل 450 من من مانجا ون بيس ايه زين ظهرت شخصيه باربع ايادي وكان زومبي وقتها وطالع من التراب كذا مطلعه شو اسمه اللي يختفي ذاك ابو سالم هذا ابو اربع ايادي طالع في الفصل بعد نفسه فهمت يا سلام شوف 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 شوف, شوف البوذي شوف رسلت لك اياه اي والله اربع ايادي بس العاشق ما بينوها اللي باينه من الجهه الثانيه ترى اليد الثانيه ايه مي باينه ايه مره بس ايه الجهه ذيك باينه مره ايه حلو اقول لك ان جزء كبير منهم طلعوا في الثري رفارك وهذا والله ان يعني تكمله لجنون اودا المريض لا مريض ما هو عاقل ايه مو عاقل كيف قادر يجمع الشخصيات هذه يعني بعدين يوزع لك قديش هالشخصية ذي مهمة أنا ظهرها لك الحين ما تدري شيء شخصية عشوائية ظهرت تريلر بارك شوية تطلع مشاركة في معركة جود فالي يا ساتر تدري أنت في وقت نزول الفصل اللي يتكلم فيه عن الروكس لأول مرة اللي هو 957 تدري الفصل هذا بعده كذا وانا نتابع الفصل ربطنا بسالفة كابتن جون رجعنا للموضوع حلو اللي هو تريلر بارك وشفنا ذولي الباقين فكنا نتساءل هل ذولي بعد مع مروكس والان طلعوا اثنين الله بعد. اكبر اي من وقتها كنا عارفين عشان كذا انا غبطكم على الفرص اللي كانت عندكم زمان يا اخي ولا ادري ولا 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 اعتقد انك تعرف وش سالفه كابتن جون وكنزه ترى هنا اتكلم عن كنزي وما كنزي ايوه لما رمى سالفه كنزي وما كنزي سمعته ايه؟ انت تعرف ما تعرف شيء عن كنز افتكر انه سبيكه شو اسمه ذاك ايوه باقي اي باقي كان مقتنع انه موجود وكان يبحث عنه ولوفي اعطاه كان يبحث عنه من يوم كان مع روجر ولوفي اعطاها السوره تبعه صح اللي توصل له ايه ودخل الكهف وبعدها انسجن دخل الليمبل داون دخلت يا اخي الحين صار عندنا كم جبهه في الجود فالي والله كثير وكل ما لا تزود الفرسان المقدسين الحكومة البحرية روجر العبيد ما أدري إذا أي العبيد بعدين عندك روجر ما أدري أنا ماني عارف الحين نعامل روجر والروكس كجبهة واحدة ولا جبهتين أكيد جبهتين وين لأنه الروكس لما تحركوا جو قراصنة كمان كثير معهم الجود فالي بتصير فيها فوضى فما أدري روجر والروكس ما نقدر نعملهم على انهم جبهه واحده لانهم في النهايه كمان تقاشعوا اي هم اصلا هم الزبده بس انت الحين تفكر ان القراصنه ذولي مع روكس ولا بدون
بس ترى غالبا بيكونون مع روكس وبدون، ففي ناس جايين تحالف وغير تحالف. ايه ليش لان يوم مشوا الروكس ودانا اودا لجزيرة النحل، قالوا ان روكس مشى لازم نلحق عليه، مذكورة في الفصل. ايه فهم بيلحقونه، ما ادري عاد هم كانوا من السوف الموجودة، بس غالبا سبب الفوضى هذه كلها جيني يوم اعلنت على الموضوع، وهي كانت تبي الفوضى والله انها مجنونة، والله قاحية الفوضى هي عشان تبغى تنحرف. الفوضى عشان النحشة. ايه ايه والله مش لانها مجنونة. مش لغرض لا اتوقع انها بتكون شخصية يعني وشريها بعد، فخلاص انا شو نتأكدت انها مبون يعني خلاص انت لسه عندك شك. انا اقول تأكدت يا ايه خلاص يعني لا نفسي ايه خل والله ما ما تضمن ولا لا لا ايش يعني فجأة بتصير ام لوفي يصير دراغون موجود هو العبد اللي تقول عنه عندك ويسرع عليها في الكنيسة، مع ان العبد اللي وريتني صورته انت هذه ترى المفروض قبل الاحداث ذي بمدري كم باربع سنوات او خمس سنوات فهمت يعني حتى التايم لاين مضروب شوي عطبة ايه بس طيب خلينا في نقطة مهمة صراحة. طيب يلا حوار ساتر نكومة كان صراحة احسه كذا اقول لك الفصل والله انه يعني ما اظني اذكر ان في فصل مثل هذا يعني دراما شخصيات وناسة كده تحس عارف كده تحس ان اودا كده غرف لك بالملعقة الصغيرة بس من الكيس المهم عنده عارف كب في الفصل بس بضل. النهاية تحس انك بديت عمل وانتهيت بعمل فهمت يعني تحس انك انهيت بديت شيء وانهيته فهمت يعني النهاية كانت مرة ايش قالت شعور السعادة عارف اللي كده فعلا ما قد ذاقوا شعور السعادة شعور السعادة رائع حس انها نهاية انمي دي والله انها حلوة ترى والله لا انه تعرف اللي عبيد ترى ذكرت المعلومة انهم عبيد من يوم كان عمرهم اربع سنوات من يوم عمرهم اربع سنوات هم عبيد ما يعرفون شيء غير العبودية والاستعباد والجلد والتعذيب والسلاسل والقيود فجأة صاروا في سقف يعني تحت سقف بغض النظر أين كان السقف هذا وقاعدين يطبخون ويصطادون ويروحون ويجون يعني شوف الشعور يعني ما هو شيء كبير مو ترى يعني اللي قاعدين يسووه أسلوب حياة إنسان عادي جدا ومع ذلك كانوا مبسوطين يقول لك شعور السعادة رائع لدرجة إنه كوما قام يبكي وهي تبكي بس لأنه في سقف يحتموا تحته وحرية يستمتعوا فيها لأنهم ذاقوا ذا ما تحس بالنعمة اللي فقدتها أنت ما راح تعرف إيش يعني كلمة حرية لين تمحطك دنيا وتسلسلك وتأذن فكانت نهاية الفصل رائعة. أنا والله متابعتي الأولى للفصل ما استوعبت أي شيء هذا مين وأسأل هذا مين وهذا مين حتى أني نقت على نفسي قلت ليتني ما قرأت الفصل خلصت البث ورجعت قرأته وبعدين لحالي مخمخت كذا عليه مع كوباية شاهي أخ رائع رائع والله وانا فيه. وانا لا ما زلت مستوعب يعني امتعاض الناس انه الجاد فالي تكفى اعطيني ليش ما اعطيتني شيء في الجاد فالي متاكد يعني متاكد مليون في المية انه يعني لولا انه فلاش باك كوما مرتبط بالجاد فالي ما كان شفنا الجاد فالي يعني المعلومات اللي قاعد يعطيك اياها اودا من الجاد فالي كان يقول لك اي ما راح اعطيك اكثر من كذا مو الحين ما ينفع احنا جايين عشان كوما بس اوكي بعطيك شوي من الجاد فالي فاهم الهدف كوما هنا كوما وكيف التقى بيفانكو في الشلة دي وهذا هو أصلا دائما يعطيك شوي من جود فالي بعدين يمشي بعدين شوي من لا بس قهرني والله كذا كان عندي إحساس أنا عن نفسي كان عندي إحساس على الأقل أشوف روكس أشوف إكزيبك الزق ذا أبى أشوف شكله بس أبى أشوف ليش أخفاء طيب الوقت هذا كله في بقعة ظهور وجهه في بقعة يعني مش بصير في وجهه هنا زلينا لا تتأمل أنت لا تتأمل أول شيء لكن شوف ترى والله بوجود أنا عندي نقطتين حلو عندي نقطتين تبين أتكلم فيها تكلمت فيها أولا هات يا ربي هات أولا في شيء أظن بيصدم كل فصل ما أنا متأكد منه بس يعني 90% 99% على حسب ذاكرتي تجهز الصدمة بوجود شيكي لأول مرة يظهر في القصة في المانجا وين كان يظهر بس في الأنمي لا كان في الانمي اضافات او في الافلام بس ما قد ظهر في المانجا ابدا هذا الاول
أسألك بالله والله العظيم. طيب ترى ظهوره في الفصل صفر، والفصل صفر كان ترويج للفيلم أصلا، كان فصل خاص مو ما له دخل في ما له دخل في ما له دخل في القصة بشكل أول. بس هو في وقت نزول الفيلم نزلت الحلقة صفر والفصل صفر، ما طلع في المانجا أبدا. متخيل أنت ترى صدمة ذي وجود؟ والله ما دريت إلا منك. إيه طبيعي يعني. بس يعني حتى في موضوع في الإمبل داون والخرابيط هذيك ما جابوه. أنا أقول لك جابوا اسمه، قالوا إنه شيك اللي نحاش. بس ما جابوا التفاصيل. آه. إيه في الأنمي جابوا جزء من قتاله مع جارب وسينجوكو اللي أخذوه من الحلقة صفر، فهمت؟ أخذوا جزء بسيط وحطوه كذا. بس إنه أول ظهور، متخيل أنت؟ والله إنه ما أدري يغبن، ما أدري وش يبي أودا. بس هل معقول إنه له دور؟ ما أدري يا أخي، ما أدري. أنا والله ترى دوبني وأنت تسولف هوجست والله. أنا أقول لك، أنا يوم ذكرت الموضوع فكرت فيه، يعني يوم فكرت الموضوع أقول لك انصدمت. يعني عرفت اللي ها كيف دقيقة أحاول أذكر، يمكن قد طلع شيء. أصبر ذا آمن، ما قد طلع أبدا. آت الصدمة الثانية؟ لا ما في. تقول صدمتين؟ مو بصدمتين بس نقطتين قلت. أوكي النقطة الثانية. النقطة الثانية تذكر المسربين، تكلم عن سالفة الإداء اللي أرسلنا أو أرسلت لي إياه أنت، اللي هي سالفة الفصل 1100، أن أودا قاعد يبني، اللي بقعة في 1100. أي أنا ما أدري المسربين جابوا الشيء هذا من شيء قريب من أودا، يعني الموضوع هذا مؤكد، أو أنهم يوم شافوا الفصل قبل ما يسربونه قالوا لا شكل فيه شيء، مع أن الفصل ما يوحي أبدا أن 1100 فيه شيء، يعني نهاية أنهى سالفة الجود فالي، فهمت؟ لكن وش الشيء اللي تتوقع أنت في 1100؟ لو كان أنا يعني إيه؟ البقعة اللي أشغل أمنا فيها حق القدفة حق الإجهد. طيب أبو جود خلني أعطيك شيء، وفي عالم أودا لا للمصادفة صراحة. أيوة مصادفة. ظهور دراجون لأول مرة كان في الفصل 100 لا حول قوة إلا بالله. أيوة والله كان في الفصل 100 ترى، وكان في لوك تاون حلو. أيوة. وكانت فيها أسرار كثير، ما ندري يمكن يتكلم عن الموضوع، يمكن يتدخل دراجون، يمكن ما تدري بيكمل الجهد. شف انا اسمع، انا والله اني كان ودي ان بوني تموت صراحه، بس الان لا. اودا اعطاك وضعيه انه بينقذها نيكا خلاص. اي انا بيشوف لوفي وهو يبقس الحمار هذا، غبني مع كوما يا ابو جود. غبني يا اخي. شف انا احب الفيلن، احب الاشرار. لا 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 بس هذا نعال، هذا نعال، هذا نعال. يا سلام والله. عليك نعال، لا هو بشر ولا هو بشيء، يعني لا هو باللي قتل ابوه اللي ما يستاهل الحياه، ولا هو طيب والله ما عارف كيف تقاطعنا. المهم خلاصة الكلام انه التبن هذا ساتر تبن كبير. الفصل 1100 اذا بيصير في بقعه قد يكون دراجون جزء منه، بسبب انه كان اول ظهور له في لوك تاون في الفصل رقم 100. حلو حلو، ربط رائع واسطوري. طيب السؤال الاهم هنا، وغالبا مو بصاير، خذها مني انا. لا يعني احنا قاعدين نسرد بس لانه انا نفس الفصل 1000 كذا، نفس الفصل 1000 كنا متعشمين، والفصل ما ادري كذا زايد الفصل كذا يطلع كذا جمعه. ايه غالبا هي دائما تبوء بالفشل. بس لا بس المره بس الاكيد انه 1100 بتصير فيه بقعه لازم. اودا مستحيل يفرط برقم فصل كذا، ولا نقول ان شاء الله، مع أن ترى 900 ما كان في أي شيء يعني. لا بس 1100 كذا أحس إنه 900 واحد واحد صفر صفر ها واحد واحد صفر صفر كذا الرقم مميز. أودا يتلاعب الفصول هذه 9 9 9 7 7 7 ولا عادية ذي ما فيها شيء؟ لا لا أحيانا يتلاعب في الفصول مرة، ترى يهتم للرقم. اسأله ذات جاد مسوي نظرية كاملة عشان رقم فصله. أوكي ما عند الحلب، ملك الحلب يا عيني يا عيني. تقريبا هذا أهم شيء يعني في فصل اليوم. بس في معلومة قالها هنا اللحية البيضة، يعني كأنه الروكس أوريدي أعطاهم تعليمات بس كلهم عارضوه، كانوا يبوا يتهبهب مين العين القائد علينا، ما إحنا جايين علشان. شوف إيش قال اللحية هنا،
روكس الأحمق سيغفل عن هدفنا حتما، أسرعوا علينا التأكد من وجودها أولا. كلهم قاعدين يسولفوا عن الفاكة، التعليمات اللي قاعد يعطيها روكس للجيش ذا كله عن فاكة. مين من سبق لبق؟ هو تعليمات روكس واضح انه متفلت، فهمت؟ كانهم يقولوا يا ابوي خلص ترى كلنا واحد يعني، وفيما معناه انه لا بس يعني كلام لح البيضاء انه بيغفل عن هدفنا، مو برايح للفواكه، هو بيروح لشيء ثاني. أيه. اذا شاف المشاهد، اذا شاف التنانين السماويه، يعني في بعض الناس قالوا انه ان روكس المفروض انه هو اللي مدافع عن التنانين السماويه، صار جاي ما كان جاي بيزرف فواكه و... اي اضافه الى ان روكس كان يحلم بالحكم، بحكم العالم، بحكم العالم. وحكم العالم وش معناها يا وجود؟ إيه انك انت بتشوف حكام العالم قدامك، اي مو سما زبده، لا طبيعي بتشخصن معهم، اقصد اللي هم واقفين إيه؟ بينك وبين هدفك، اوكي إيه؟ مزبوط، فهمت؟ فطبيعي بيروح يهجم عليهم، لان اللح البيضاء فاهم فكره، فهمت؟ فطبيعي بيقول انه بيغفل عن هدفنا لانه بيشوفهم، وروجر كان يبي يوقفه. الا بس في شيء ما ذكرته انت، سالفه السنه حقت روجر ذي وش هي ولا ما لاحظتها؟ احكي لي، قول لي شيء. روجر قال مرت سنه وانا انتظر او زي كذا. ايوه لقد مرت سنه كامله، تدرون كيف شعرت خلالها؟ يمكن إيه يقصد انه كان في معركه مشابهه لدي حصلت، وكان هو في شيء صار، لان ترى انك لانه هذه الفعاليه ذي سنويه عند التنانين السماويه ولا لا؟ لا، كل كم قالوا هم كل 3 سنوات، مدري كم ما ادري، بس قالوا كل فتره، ما اظنها كل سنه. اوكي بس إيه ما عندي اي تحريات صراحه للموضوع. هذه المره لن تحظى باي ميزه لمجرد انك القائد يا روجر. ايش قصدهم؟ هذا سكوبر جبان، بس المقصد أيوه. المقصد ان كنا نعتقد اعتقاد مبدئي، بس ان اساس معرفه روجر بقارب كان في الجود فالي، بس يبدو لي ان معرفته لا، واضح انه في بينهم عشره عمر، لانه ايش اللي يخليك تتحرك بس بمجرد ما سمعت انه وجوده سمعت موجود في روجر فالي. إيه سمعت ان روجر رايح، خلاص بقوم، وراح وشمر عن ساعديه، رايح الوارد إيه على طول. ما ادري اذا في احد عنده القدره على تحليل الفكره دي بيكون انت. انا جاي تسالني انا ضعيف والله لدوبني متابع ون بيس قبل 7 شهور؟ لا بس مو بتحليل، هو ما هو بتحليل، هو اودا يبي ذا الشيء يكون غامض طبيعي يعني، ما له دخل، مو بلازم. إيه بس لما يقول لك انتظرت سنه لاجل هذه الفرصه، انتظار هذه وبعدين سكوبر جبان يقول له هذه المره ما راح ايش يعني، ما راح تفلها الحاله. واضح ان في شيء صار بين الروكس وروجر قبل، فهمت؟ بس ترى في المقابل صح. في الفرسان المقدسين. اي بس روجر ما جاء، روجر على طول نصر روكس. مستحيل روجر هي شخص مع لا بس انه يعني روجر يحب المنافسه. قلت لك اوجه الصراع في الجاد فالي ماني قادر افهمها للحين، شويه فيها لحسة مخ يعني. قارب جاي علشان يوقف روجر، هذا اللي نفهمه، بس في الواقع احنا نعرف انه روجر وقارب اتكاتفوا عشان يهزمون الروكس. بعدين تيجي تسمع يقول لك مورغان غير القصة، ما عاد تدري ايش الصح من الغلط، ما تدري. بس كلام سنغوكو في اشياء تاريخ. لازم يمحيها سنغوكو ويتكلم مع ذا، بس كان صريح ترى في اكثر من شيء يعني. ممكن ترى سالفة في شيء تعارض مع كلام سنغوكو في الفصل ذا، لكن مو بشكل رسمي، مو بشكل أساسي. بس إنه لو بتكلم عن كلامه بشكل عام، كلام سنغوكو غالبا بيكون جزء كبير منه صحيح، لأنه تكلم بشكل خذ راحته في سالفة التنانين السماوية، وقال إن قارب يكرههم قال ضميره الأخلاقي ما يسمح إنه ما يحب إنه يتفاخر بحادثة مثل ذي، فهمت؟ إضافة إلى أن روجر كان موجود، كان له دخل في السالفة، فما يحب يتفاخر لأن فيه قرصان ساعده، فهمت قصدي؟ ففي أشياء كثير تكلم عنها سنغوكو غالبا بتكون صحيحة، بس ها ما في شيء يثبت ترى. بس على طاري روجر وقارب، تفتكر لما يعني غالبا قارب، أو هذه المعلومة اللي أتوقع وصلتنا، إنه قارب طلب فزعة من روجر في الجاد فالي أو تعاون معاه حاجة زي كذا، صح؟ تعاون. اي انا اعتقد اللي خلاني اقول انه روجر، انه قارب هو اللي طلب من روجر الفزعة، اللي خلاني اتوقع ذا التوقع برضه، او يعني اعززه كذا في مخي، انه
روجر لما كان مسجون في الامبل داون كان كأنه يقول لقارب انت لازم تخدمني، لازم ترد لي الجميل، كأنه في بينهم جميلة، فاهم؟ حلوة بس ما اتفق صراحة. لا يعني لما انا فاهمك يوم روجر يقول لا مو بكيفك، ولدي بت 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 بتساعده، كأنه يعني مو قاعد يطلب طلبة، كان يقول له حتسويها، انا اطلبك بس انها حتسويها. هو قال انا متأكد انك ستفعلها، هو قايلها بس انها مقصده اني انا عارف انك طيب، انت مثلهم من داخل. ايه ما راح ترى طفل صغير يموت، مستحيل روجر يمن عليه يقول اني انا ساعدتك. لا 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 مو منه، فاهم بس مو منه ترى يا اخي بينهم. ايوه اي العلاقه انا فاهمك، بالعكس حلوه بس اظن مطر والضبا مطر. طيب اتوقع كذا ابره يعني نكون تقريبا ان شاء الله اننا غطينا يعني اهم الاوجه المهمه في هذا الفصل. الأمور طيب والله يا إبرة، الله يعطيك الصحة والعافية وكالعادة يعني. والله العظيم إنك تنورني وتؤاني يعني مش بس تنورني بوجودك، كمان تنورني بمعلوماتك. الله يعزك. شوف ذا المرة حاولت ما أطلع من الفصل، لأن طلعنا من الفصل قبل كم يوم، جلسنا أربع ساعات في أول حلقات، في أول حلقة أدري كيف وصلنا. أنا جالس أحاول أدير الحوار بس غصب عني. ذا المرة أنا مهدي، أحاول إن نرجع على طول نرجع. لا الأمور طيب والله يا إبرة. انا زي ما قلت لك كل ما اجي ابغى يعني ابغى استعيد معلومات شويه من الفصول القديمه من الحلقات القديمه، ما هو شيء سهل صراحه كونك متابع الانمي مره واحده، فاهم؟ فعشان كذا قاعد استعين بمعرفتك ومعلوماتك واثراءك الجميل يا حبيبي. الله يعطيك العافيه والله يا ابره، وشكرا لكم يا اخوان على المتابعه. كان معاكم ابره، حساباته كل شيء تويتش متكي 24 ساعه ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليك. يعني انا اتمنى يعني يوم من الايام ان يكون عندي رفاهيه الصمله قدام الكاميرا، ترى انا اتعب الاجواء هذه تتعبني، ابغى اريح ما ادري ليش، اشوف الناس الايام اللي راحت انت بتذكر مني. لا بس اني اوقف ترى اخذ بريك اقفل الكاميرا واروح اريح وارجع، ما اقدر ابث دعسه واحده صداع. anyways ابره يا اخوان حساباته موجوده في صندوق الوصف، انصحكم تتابعوه وتستفيدوا من العلم. وتيك توك والله تيك توك مسوي شغل والله، كيف والله تيك توك مسوي شغل والله، مسوي شغل. انا انصحكم تتابعوه برضه في تيك توك، تابعوا جميع حساباته وتلاقوه في صندوق الوصف، وهبوا لنا لايك واشتركوا في القناه لو ما كنتم مشتركين. كان معكم الوجيه وابره، نشوفكم ان شاء الله في الفيديو القادم. سلام عليكم.